السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن حالة الطقس اليوم الاثنين 30 يناير 2023. الأرصاد بتحذر من رياح وأمطار على هذه المناطق. هنعرف تفاصيل الخبر، بس قبل ما نبدأ لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل الأخبار الجديدة. حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين. يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. وتوقعات حالة الطقس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس هيكون اليوم على جنوب سيناء دافئ نهارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. وتوقعت أن هيكون بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى أغلب أنحاء البلاد. بالنسبة لوسط سيناء، أشارت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن هيكون الطقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وهيسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، غائم على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، ومشمس على جنوب الصعيد. وبالنسبة كمان للحالة الجوية، هيكون في حدوث لنشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من سواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، سقوط أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30%. وتوقعت أن هيسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية على السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا في أوله بارد في آخره، وتضم السواحل الشمالية كل من مطروح والأسكندرية ودمياط والعريش ورفح. وتوقعت أيضا أن هيسود طقس بارد في الصباح الباكر، حار نهارا على جنوب الصعيد ومائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للبرودة ليلا بارد في آخره على شمال الصعيد ومحافظات الصعيد، تضم كل من الفيوم بني سويف المنيا هنا سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان. كده يبقى احنا اتكلمنا عن درجات الحرارة، واتكلمنا كمان عن حالة الطقس بشكل عام. لو في اي جديد هتلاقوه هنا في القناة، فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، ومع السلامة.